الملزمة تكليفي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فشكرته وشكرت السادة النواب على ثقتهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن. في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا، لا سيما بعد التفجير المدمر في المرفأ وسقوط شهداء وجرحى ومفقودين، لا وقت للكلام والوعود والتمنيات، الوقت للعمل بكل قوة بتعاون الجميع من أجل تعافي وطننا واستعادة شعبنا الأمل بغد أفضل، لأن القلق كبير لدى جميع اللبنانيين على الحاضر والمستقبل. وبإذن الله سنوفق في هذه المهمة لاختيار فريق عمل وزاري متجانس من أصحاب الكفاءة والاختصاص، وننطلق سريعا بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم في إجراء الإصلاحات الأساسية وبسرعة، ما من شأنه أن يضع البلد على طريق التعافي الصحيح ووقف النسف المالي والاقتصادي والاجتماعي الخطير، فنستعيد نحن اللبنانيين مبادرة الأمل والعمل لإنهاض وطننا وتحقيق عافيته. الفرصة أمام بلدنا ضيقة، والمهمة التي قبلتها هي بناء على أن كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة في فترة قياسية والبدء بتنفيذ الإصلاحات فورا من مدخل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأقول للبنانيين، قدرنا أن نتغلب على الأحزان والأوجاع وننهض باستمرار بوطننا. إيماننا ثابت بالله سبحانه وتعالى وببلدنا وبقدرته على النهوض مجددا. عزمنا راسخ بأن أرضنا ستبقى مصانةً رغم النكبات المتتالية التي تتعرض لها. معا نصنع الأمل بالحاضر والمستقبل، فادعوا لنا بالتوفيق، ونحن وإياكم بالعزيمة والقوة ذاتها دفاعا عن لبنان، والله ولي التوفيق. شكرا شكرا شكرا. ادعوا لنا بالتوفيق، ادعوا لنا بالتوفيق، يعطيكم العافية.